اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكلتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. النهارده هنعمل مع بعض وصفه هتشوفوا شكلها هتقولوا هي وصفه قديمه جدا، ولكنها احنا مجددين فيها وعاملينها حاجه جديده وخفيفه، وان شاء الله تعجبكم جدا لانها بسيطه قوي. دي النهارده كده في كام وصفه يعني تكات صغننه فيها، بس ان شاء الله تعجبكم وخفيفه و يعني تحس يعني يحبها اكتر الشباب الصغير شويه، الكبار ممكن يحبوها بعد ما يجربوها الصغيرين ويشكروا فيها، هم بقى هيجربوا. زي دلوقتي مثلا احنا متعودين دايما ان احنا بناكل البطاطس المحشيه لحمه مفرومه وبالصلصه، يا اما حله يا اما في صينيه وندخلها الفرن. النهارده هنعمل بطاطس محشيه بطريقه مختلفه وبالبشاميل، وسهله جدا وبسيطه جدا. ازاي؟ انا عندي بطاطس الحجم ده حلو قوي، لا هي صغيره ولا هي كبيره، موجوده في السوق ماليه الدنيا يعني. بصوا بقى دي بقشرها واورها التقويره دي، وبعدين اسلقها نص سلقه. طبعا ده انا تخطيت المرحله دي، بقشر بطاطس طبعا دي سهله خالص اهي، واورها كده مش قوي يعني، ما اعملهاش ما اخليش دي رفيعه قوي عشان دي مسلوقه كده بقى. انا اورتها قبل ما اسلقها يعني، قشرتها قورتها حطيتها في الميه بعد الغليان حوالي 5 دقايق، بعد ما غليت الميه اللي انا حطها فيها 5 دقايق وشلتها نص سوا. ليه؟ انا لسه هدخلها الفرن تاني، ومش عايزاها محمره. والله عايز تحمريها حمريها، مفيش اي مشكله، بس انا عايزاها اخف ان هي تكون مسلوقه، وبعدين لما تخش الفرن مع البشاميل اللي هحطه لها تشرب، لان البطاطس لما تكون محمره بتعمل طبقه خارجيه كده، انا بخاف عليها ان هي تتكسر لما اكون حاطه فيها لحم مفرومه والصلصه وكل الكلام ده، فبديها القشره اللي هي محمره دي. انما هنا لا، انا عايزاها تشرب، وحتى لو اتقطعت معاكي مش مشكله، دي بتاكل بالعيش، بتاكل بالرز، اي حاجه، بتاكل حاف حلوه جدا برده. بجيب بقى كميه انا عايزاها من البطاطس، احاول انها تكون قد بعضها، واروح عامله الحكايه دي فيها. طب ايه تاني؟ اللي انا هحشيه مختلف شويه، بسطرمه، حته بسطرمه صغنونه قد كده، وهحط لها جبنه رومي مبشوره. يبقى الحشو عندي بسطرمه وجبنه، شوفوا بقول لكم هي كده خفيفه ومختلفه بس طعمها هايل. يعني برده لما اكون انا عايزه اعملها برده، حتى لو البسطرمه غاليه انا باخد من حته صغنونه جدا، بس بتعمل لي صينيه بتدي ريحه البسطرمه وبتدي ريحه مختلفه وحاجه جديده، يعني برده مش مكلفه خالص. حته بسطرمه قد كده اهو هتعمل لك يعني حتى لو في عزومه هايله. اسمك بقى عامله بطاطس محشيه قد كده مثلا بتوم بسطرمه، تمام. بشاميل بقى، البشاميل ده ليه كذا حاجه. انا هعمله باللبن طبعا، انت ممكن تعمليه بلبن وميه، ممكن تعمليه بلبن وشوربه، ممكن تعمليه بمكعب مرق وشويه لبن، يعني زي ما انت عايزه تعملي البشاميل السائل ده زي ما انت عايزه. طب ايه شروطه الاول؟ شروطه الاول ان انا بحط الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بحبها ان انا اظبط السمنه اللي انا عملتها لكم، بديل السمنه اهي، طب انها والله اقلب قبل ما استعملها. تمام. طبعا استعملي اللي احنا عاملينها مسيحينها زي ما انت، اي نوع سمنه يعني، اي نوع سمنه. انا باخد كده ايه قد مثلا، دي مش منزله حاجه عشان نقول معلقه. لو السمنه طبعا جامده تبقى معلقه واحده بس، عشان المعلقه دي مش شايله اصلا يعني، ما بتنزلش حاجه، عشان كده عمال انزل بيها ان هي مسطحه. هنحط عليها معلقتين دقيق على الكيلو اللبن اللي هو 4 كوبايات، بياخد معلقتين دقيق بس، معلقتين دقيق كبار على كيلو اللبن اللي هم 4 كوبايات،
سواء بقى لبن بس، لبن وميه، لبن وشوربه، زي ما انتوا عايزين. بسم الله. معلقه. اتنين. تمام كده. طبعا احسن حاجه ان انتوا تستنوا اما الماده الدهنيه بتاعتكم بقى زيت سمنه زبده زي ما انت عايزه ان هي تسخن قوي. واسوي كده الدقيق فيها. والله ريحتها هايله جدا السمنه دي على فكره اللي عاملاها دي. القشطه اللي انا حطها مع الزيت عامله ريحه جميله. يكون لبن ساقع او اللبن والميه ساقعين او الشوربه والمي واللبن ساقعين، لازم يكون ساقع بارد خالص عشان ما يكلكعش معاكي. تمام. انا جايبه لكم النتيجه، حكمه اليوم. جايبه لكم كذا حكمه عشان عندنا كام يوم مش هطلع فيهم النتيجه. استنى عليها ثواني عشان ريحه الدقيق. انا كده باسمي بسوي ايه الدقيق، وهنزل عليها اللبن او زي ما قلت لك اربع كوبايات اي سائل، اربع كوبايات اي سائل، واقلبه. ده كده البشاميل خلاص. تمام. شويه الملح والفلفل. معانا استاذه ناديه، اهلا وسهلا يا استاذه ناديه. صباح الخير مدام نجلاء. يا صباح الفل، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبتي؟ وانتي خسيتي وبقيتي حلوه واموره، وانتي اصل دمك خفيف يعني. ربنا يخليك. طبيعي يعني، ربنا يكرمك. الله يكرمك يا رب، تسلمي. بقول لك يا حبيبتي، انا لما بجيب العدس الاصفر وبعمله يعني اي حاجه، يعني ساعات اعمله كشري اللي هو ابيض، في اللي هو الكشري الابيض مع اصفر، او اعمله الشوربه، بلاقيه ما بيدينيش اللون، يعني مش اللون زي زمان بيبقى اصفر او كده. انواع بيفتح منك شويه كده صح؟ بيبقى كده لونه كده اصفر فاتح قوي. لا لا لا، هو عادي انواع زرعات يعني. انت ممكن تغيري الشركه هتلاقي عندها العدس بتاعها برتقاني. فيه وفيه. لا لا والله عايز. يعني حتى ليا اختي يعني دي باخدها المرجع بتاعي ساره دي. اختي الكبيره، ما شاء الله. دايما اسالها تقول لي هاتي نوع كذا اجيبه، برضو يطلع نفس الموضوع. ايه موضوع العدس يعني؟ لا 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 لا، هو عادي، هو زرعات. هي ساعات كده، ساعات تلاقيها لونها برتقالي قوي، وساعات تلاقيها فاتحه، بس هي هو العدس. والله بجيب احسن الشركات يعني. مش لا مش لازم يعني، هو مش وحش يعني، انت الفتح بتاعك مش وحش، حلو برضو. بس ده مش خطر يعني ولا حاجه؟ لا خالص، لا خالص، ما فيهوش اي حاجه. لا لا، العدس ما فيهوش اي حاجه خالص يا جماعه، خالص. هي كانت طالعه موضه كده اول الشتاء، يقول لك في ايه ولا في اي حاجه. الواحد خاف يعني. لا يعني لا لا لا، يقولوا في دود ولا مش عارف ايه ولا دود. ده اللي هو الدنيبه بتاعه، اللي هو الزرعه بتاعه العدسايه. عارفه حضرتك انت الفول لما نيجي ننبته بيطلع له ودنه صغننه حمرا بيضه كده، هي دي في العدس خالص يعني. لا لا لا، مش اي حاجه، مش اي حاجه. شكرا جدا ليك، صباح الفل عليكي. انا كده بقى ايه، بقلب بس لغايه ما يغلي، ممكن اسيبه وارجع له تاني. ونيجي هنا بقى عشان ايه، نعمل الوصفة السهلة خالص البسيطة دي. زي ما اتفقنا البطاطساية دي مسلوقة نص سلقة، مسلوقة نص سلقة، عاملاها قشرتها وقورتها وسلقتها. حابة ان انت تسلقيها الاول وبعدين تقشريها وتقوريها، ماشي. بس انا بقولك الطريقة دي اسهل، لانها ممكن تتكسر منك وهي مسلوقة، ان هي وانت بتقوري ممكن تتكسر منك يعني. بس والله لو انت عارفة ان انت قادرة تتحكمي فيها وايديكي واخدة عليها، بعد ما تتسلق تقشريها وتعمليها، ماشي ماشي. نعم. ايه ده، انت لحقته؟ طيب. ازيك؟ الحمد لله على السلامة، الله يخليك. بصوا كده بقى، حتة بسطرمة والجبنه رومي كده. بص طعمها يبقى مختلف تماما. دي جبنه رومي مبشوره، جبنه رومي مبشوره، بسيطه جدا جدا جدا.
وطعمها حلو قوي بقى. وبص الكميه اللي بحطها، يعني الحبه اللي انا حطاهم دول هيقضوا معانا حاجات كتير جدا. يعني دي من ضمن الحاجات اللي هتبقى موفره جدا، خصوصا لما نكون ايه، لما نكون حاضر حاضر، لما نكون في عزومه كمان. طيب انا هطلع فاصل تمام دلوقتي، وهرجع اكون حشيناهم واحط عليهم بشاميل معاكم. فاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل. اقول لكم الحكمه بقى عشان ما ايه، ما ياخدنيش الوقت بقى، عشان معايا ثلاث حكومات، ثلاث حكومات بحالهم. الكذب داء والصدق الدواء. الكذب داء والصدق الدواء. الكذب داء يعني مرض. لا ده الحكمة. الكذب داء والصدق الدواء، يعني الكذب ده فعلا مرض. تحس الواحد اللي واخد على الكذب ده بيفضل يكذب من غير سبب، وممكن مش مدعي خالص ان هو يعني اهو بيكذب وخلاص، ده خلاص مرض فيه كده، لازم يخبي على اللي حواليه، او طبعا التخبيه غير الكذب، ده غير ده. فيعني ان هو يالف كلام ويكذب، ده مرض كده لا ما يعرفش يطلع منه غير لما يتعالج. هيتعالج بايه؟ بالصدق. لازم ياخد اللي واخد على الكذب كتير، طبعا عمره بيقضي في داهيه على طول كده وش، يعني ما فيش حاجه بتستخبى. اي حد بيكذب لازم هيظهر ان هو كداب، شكله يبقى وحش جدا. فلازم يعالج نفسه واحده واحده بالصدق على طول باستمرار، حتى لو في الهيفه. تمام. بص انا هحط هنا البشاميل بقى اهو، اشربه للايه، للبطاطس المسلوقه اللي انا حاشياها بسطرمه وجبنه رومي، وادخلها جوه الفرن. حتى طلعوا ما شاء الله كتير البشاميل عليها يعني، بس انا هحطهم كلهم برضه عشان ما اخسرهمش. البشاميل ده لما بركنه على طول بيتنسي وما بيعملش بيه حاجه، فالاحسن ان انا احطها عليها. تمام. احطها بقى في الفرن تعيش مع بعضها شويه وتشرب البشاميل ده. هعمل وصفه كمان دلوقتي اللي هو ايه، الرز بالسجق. برضه دي وصفه، يعني الوصفه اللي انا عملتها دلوقتي دي طبعا تليق مع رز بالسجق عادي، حلوه جدا برضو. ممكن تكون لوحدها خالص، زي ما تقول تاكلوها بالعيش، تاكلوها بالرز، تاكلوها بال حاف، ممكن جدا. تمام. وهسيبها تعيش مع نفسها، وصفه هايله في عزومه، حتى حاجه جديده كده وخفيفه. لان دايما احنا بيكون عندنا عزايم تبقى كله تقيل تقيل تقيل، لما يكون في حاجه في وسطي خفيفه تلاقي الواحد بيجري عليها كده على طول. نيجي بقى دلوقتي للايه، الرز اللي ما عملتش ليه بالسجق. عندي حبه ايه، انا هنا دي وصفه لوحدها كده، انا ممكن غدوه، طبعا غدوه محترمه جدا وسهله ومن ضمن الاكلات السريعه البسيطه اللي بعملها في ساعتها. ازاي يعني؟ عندي سجق، كميه السجق ترجع لك، عايزه صباعين ثلاثة سجق ماشي، عايز تعمل نص كيلو كله ماشي، عايز تعمل ربع كيلو ماشي. يعني أنا مثلا لو أنا هعملها وصفة لوحدها وهتبقى غدوة، بكتر سجق شوية بحيث إن خلاص بيبقى في سجق والرز والخضار وكل حاجة مع بعضها. مين؟ مدام نادية، أهلا وسهلا. صباح الفل على احلى نوجه اللي وحشاني خالص. صباح الفل عليكي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عامله ايه يا روح قلبي؟ الله يخليك. اخبارك وابداعاتك يا مبدعه يا جميله. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي. سكر كده الواحد بيصطبح بوشك كده يبقى اليوم كله جميل يا نوجه. الله والله يكرمك يا رب، تسلمي، ده من ذوقك. بس انا بقالي مده ما كلمتكيش، معلش سامحيني. لا اهلا وسهلا بيكي في اي وقت. اهلا بيكي. أهلاً، الله ينور عليكي في السمنه، انا بعملها كده زيك على طول وعمري ما اشتريت منها. والله برافو عليكي. اه والله احوش وش اللبن يا نوجة، بيعمل سمنه خطيره. يعني جداً. ما عارفه عندي على طول ما تتقطعش، خصوصا بقى قبل رمضان اقعد احوش فيها كده واسيحها. ما شاء الله عليكي، ما شاء الله كانت حلقه جميله مبدعه والله، زي عوايتك يعني. الله يخليك. ان شاء الله تعالي بكره.
انا بتقابلني حاجه في الكرنب من فضلك يا نوجة، قوليلي. بعمله جميل جدا وبيبقى احمر وكل حاجه تمام. والاول كان ما يستواش مني، دلوقتي خلاص اتعلمت ارج الحله والكلام ده. بس بعد ما يستوى خلاص وجميل والطماطم باينه فيه، مفيش يعني 10 دقايق كده الاقيه غمق. ايه السبب بقى الغمقان بتاعه ده؟ بيغبق. انت بتكوني ركنه عندك؟ لا انا بعد ما سويته احمر وجميل في الحله يعني. ايوه بس انت الورق ده بيكون مركون عندك؟ لا والله هي بطازه بطازه كده بجيبها. فانا عايزه اعرف من الخضره من مرق الدجاج ده، انا عمري ما جبته بس حطيت فيه المره دي، يعني ايه اللي بيغمقه؟ مش عارفه صراحه يا نوجه. هو بيبقى شكله كده. طب انت بتكوني سايباه في الثلاجه كذا يوم مثلا او يومين ولا حاجه؟ لا والله ده بقول لحضرتك بعد ما سويتيه يعني بعد ما حشيتيه. لا انا يعني لما نيجي بقى نغرف ابص الاقي مش هو ده اللي انا كنت لسه طبقي عليه، فانا عايزه اعرف. نعم مودك اتغير؟ ما والله يا نوجه يعني اللي ياكله يقول ايه دي الست دي مش حاطه فيه طماطم خالص. طب بصي لما تيجي تسقيه دايما بالميه فيها صلصه. يعني دايما الميه بتاعتك وانت بتحشي اي محشي بتسقيه بيها دايما خلي بيها صلصه، يكون فيها طماطم يعني صلصه. هي بتخليها بتدي لون حلو قوي للمحشي من بره. طب اجرب بقى المره الجايه وهدعي لك، انا بدعي لك من غير حاجه. ربنا يخليك يا حبيبه. تسلمي. وتحياتي لكل كاست اللي عندي. الله يكرمك، شكرا جدا ليك يا استاذه ناديه. بص البصله كده انا مش يا حبيبتي. سلام يا روح. بصوا كده انا لا هقول لك بعد الحلقه ايه اللي فيه. اللي فيها بصل، هتملي بصل. حاضر كلكم. ممكن اقول للشعب كله بس ما ينفعش. هنا هحط بقى ايه البصل، السجق مقطعاه بصوا قطع صغيره كده تمام، وهروح منزلها على البصل. يعني البصله مش هديها لون غامق، هديها لون يعني شفاف تمام، وانزل عليها السجق اللي انا مقطعاه زي ما قلت لك بقى الكميه اللي انت عايزاها. عندي هنا بقى عصير طماطم او معلقتين صلصه كده مدوبان في شويه ميه زي ما انت عايزه، يعني حاجه بسيطه خالص. يا اما حطي معلقه صلصه دوبها في نص كوبايه ميه، يا اما معلقه صلصه مش كبار يعني معلقه واحده كبيره حتى، يا اما مثلا طماطمتين واضربيهم في الخلاط. ماشي انا هنا جايبه صلصه ومدوباها في انا بس عشان انا قلت ايه اسهل الوصفه كلها تبقى ايه يعني سهله في سهله كده، مش هعصر طماطم ليها بقى كمان. انا قطعت بصل طبعا، هم اللي قطعوا مش انا. وبعدين انا هقطع الفلفل زي بعضه. هتتعمل بمنتهى البساطه، بصل عليها السجق اللي انت جايباه لسه حالا مثلا ما انت جايه دلوقتي او طلعتيه زي ما انت. انا بديكي اسوأ الظروف معاك انك ممكن تعملي اكل في منتهى السهوله والبساطه. انا مش عارفه اروح اعمل اكل ايه، اعدي على السوبر ماركت اجيب كيس سجق او جزره او اي حاجه واروح على طول قايمه، عندك بصل عندك فلفل عندك الرز في البيت، انت خلاص عملتي وصفه غدا تمام. هبدا بقى كده بسم الله اهو كده بقطعها. انا كده بقى بزود قيمه غذائيه للوصفه، ابقى اسمي حطيت خضار. ممكن احط ايه غير الفلفل لو انا مش عندي؟ ممكن احط مكعبات بطاطس صغننه، اروح اقشر بطاطسايه ومقطعاها مكعبات صغيره كده واحطها على السجق هتستوي. عندك ايه تاني؟ ممكن بسله، كيس بسله من الفريزر وتروحي حطاها. بصوا كده السجق خلاص اهو معانا. محمد اهلا وسهلا، ماشي كلمنا تاني. هحط هنا بقى كده كوبايه، مش كوبايه نص يعني، معلقه صلصه بس واحده، مش عايزه الرز احمر قوي برضو، هديكي لون فاتح كده حلو تمام. وهحط بقى ايه، انا عايزه كوبايتين رز، انا عايزه ثلاثه زي ما انت عايزه. يعني الوصفه دي ما فيهاش مقادير، اللي في البيت بتعمليه طبعا. لو تغسل الرز هيتغسل. ممكن كوبايتين كفايه، ما حطيتش توابل خالص غير هحط شويه ملح صغيرين جدا علشان ايه؟ علشان السجق مليان تمام. طيب
خلاص كده انا كده هحط بس اقلبها شويه، هحط الميه قد الرز اللي انا حطاه وخلاص على كده، واطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل. وفاصل ونواصل على قد الايد. رجعنا من فاصل. بقول الحكمه الثانيه برضه اول ما ادخل كده قبل ما ايه ما اتلخم في الشغل، ما اتلخم لا حواديت نافعه ولا حكم نافعه. يلا نطق واحد فضي سيجمنت بحاله ويبقى ايه ثلاث اكلات وحدوته. من رضا ما قسم الله له استراح قلبه وعقله. من رضى بما قسم الله له ارتاح قلبه وعقله. يعني اللي رضي بالمقسوم هيرتاح. يعني ايه اللي يجي يجي واللي يروح يروح. اشغل بالي بقى ده ما جاش، طب ده هيجي، يا ترى جه ما جاش ليه، يا ترى ده راح ليه. كله اسمه نصيب، كل واحد بياخد نصيبه. ما تتعبش نفسك خالص، اسمتك هتجيلك لغايه عندك. بس طبعا مش من غير شغل، ما اقعدش في البيت كده واقول ان شاء الله يجيلي، لا لازم تجتهد برضه. بس ما تشغلش بالك دي راحت منك ليه او دي ما جاتش ليه، لا هو كل شيء نصيب ونصيبك هيصيبك ان شاء الله على خير، ويجعل نصيبنا كلنا خير يا رب. طيب هنا بقى هحط خلاص هنا على الرز اللي بالسجق ده، هحط له الفلفل عشان اغطي عليه واسيبه. بسم الله بسم الله، اغطي عليه بقى كده. انا ممكن كمان اجل الفلفل شويه بس مش مشكله، عشان بس انا حقيقي هتلخم في حاجه تانية دلوقتي. هنعمل مع بعض عيش بالزبادي، مش عيش قوي قد ما هو فطائر اكتر، ماشي؟ لان هو دسم، مش دسم يعني، لا يعني في زبادي كده مغذي جدا يعني تاكل حيف صراحه يعني. خلاص انا كده بقى ايه هسيبها تعيش مع نفسها، ونيجي نعمل مع بعض الفطائر اللي بالزبادي اللي هنعملها مع بعض دلوقتي. دي حاجه كده هنعملها على الطاسه زي العيش، بس هي يعني تتاكل بقى، عايزه تاكلي معاها جبنه، عايزه تاكلي معاها عسل، زي ما انت عايزه. هي عباره عن ايه بقى؟ 3 كوبايات من الدقيق، كوبايه زبادي، كوبايه زبادي، كوبايه الزبادي دي اللي هي علبتين يعني اللي هم الصغيرين دول. انا هعير يعني معيراها بالكوبايه اللي انا هستخدم فيها الدقيق. نص كوبايه من السمنه، اي نوع سمنه بقى، ممكن حتى ناخد بديل السمنه دي برده، خلي دي ايه؟ ناخد بديل السمنه برده. تبقى سهله في العجن. خليكي خليكي يا غاليه. العجات الغاليه بقى. فايه وما فيش فيها خميره، فيها معلقه سكر ورشه ملح بس. تمام. اما تعملوا السمنه بايديكوا تحسوا ان انتوا فعلا غاليه غاليه، مش حكايه غاليه فلوس بس، لا غاليه بقى انتوا محوشينها وتعبانين فيها وهي طالعه على ايديكوا، فبتحسوا بقى ان ايه المعامله معاها بتبقى ايه قيمه جدا. انا هنا 3 كوبايات دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي عجنها سهل جدا بالايد تشتغليها عادي. معانا محمد، اهلا وسهلا يا محمد. الو. ايوه ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الو كويس؟ الحمد لله الحمد لله. قول لي ليك اي سؤال؟ اتفضل. انا عايزه اعرف بس طريقه العيش الصاج. عيش الصاج؟ اه. حاضر. طب ممكن تعمل معانا العيش ده النهارده؟ ايه رايك؟ هيعجبك قوي. طيب نزله له. نزله نزله. ها يا من اول. حاضر. هو العيش الصاج ده عباره عن ايه عشان بس لا وعليهم شويه زيت جوه العجينه دي، الحاجه الوحيده يعني من الرواق الطري او الرواق الطري بنحط له معلقه سمنه او معلقه او شويه زيت صغيرين، والعيش السوري نفس الحكايه بنحط له شويه زيت من جواه علشان يفرد معايا حلو، ومفيش خميره مفيش في اي حاجه، هو دقيق ميه شويه زيت بس، مش كتير طبعا شويه الزيت، يعني لو هنعمل كيلو دي بحاله بحط عليه حوالي ربع كوبايه بس من الزيت، واعجن بميه ورشه الملح وخلاص على كده بس. هحط هنا بقى
الرق الناشف هو دقيق وميه بس ورشه الملح، ده دي الرق الناشف. هنا كوبايه الايه الزبادي، كوبايه زبادي اللي هم علبتين، ونص كوبايه سمن، هو بديل السمن ده اللي انا عاملاه، تمام. وشيلهم بس في الحوض دول عشان ما ينقطوش. ومعلقه سكر، سكر سكر معلقه سكر كبيره على التلات كوبايات، ورشه الملح. بصوا بقى دي لو حبينا نزودها سائل، عايزه تحطيها ممكن تزوديها زبادي، اما بنيجي راجع دلوقتي ممكن تزوديها شويه ميه او شويه لبن، بس انا بفضل اللبن اكتر يعني، بدل اللبن موجود ايه هنزوده بيه عشان تبقى زي يعني الرغيف او الفطيره حلوه كده بس يعني لو جت على حبه الميه مش مشكله. مين؟ يا منى، اهلا وسهلا. الو، ازيك يا منى؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. قولي لي ليك اي سؤال؟ عايزه اعرف طريقه الفراخ الشاورما. فراخ الشاورما، حاضر. حاجه تانية؟ وعايزه اعرف بس طريقه الرز البسمتي. عايز تعملي رز بسمتي؟ اه. اصفر ولا ابيض؟ اصفر. حاضر، عينيا، شكرا ليكي. بصوا كده هي شكلها لمت على كده اهي، هلم العجينه مع بعضها، بس انا برضو مش عايزاها ناشفه. هشوف كده الاخبار ايه. لا حلو، هتتلم على طول اهي، هي كده اتلمت بكوبايه الزبادي. طبعا ممكن ما تتلمش لما يكون الزبادي جامد، مش هتتلم، هتعود شويه سائل صغيرين فهتحط لها بقى، انما هنا الزبادي كان فيه شويه سائل فعشان كده على طول عجنت معايا، تمام. يبقى هنا الفطير ده او الفطائر دي عباره عن ايه؟ تلات كوبايات من الدقيق، كوبايه من الزبادي، نص كوبايه من السمنه، ومعلقه سكر كبيره، ورشه الملح بس، ندخلها جوه بعد كده ونروح ايه نسيبها ترتاح، نسيبها ايه ترتاح. هوريها لك دلوقتي اهي. هنا طبعا انا مريحاها كور علشان افرد معاكم على طول، كور صغيره كده، كوره قد ايه الرغيف، تمام. ابدا افردها زي العيش ده جنبي هنا. بسم الله بسم الله يا استاذ خالد. السلام عليكم، ازيك يا شيف؟ انا بحبك جدا. ربنا يخليك، ازيك عامل ايه؟ بحب كل الاكل اللي انت بتعمليه. شكرا جدا، شكرا شكرا يا استاذ خالد، صباح الفل عليك، تسلم. بصوا كده اهي زي العيش، بس ايه ما ترفعيش قوي يعني، ما تخليهاش ورقه اهي كده، تمام. ممكن بقى نحط لها سمنه ونسوي فيها، وممكن نعملها على الطاسه من غير اي حاجه، وانا هعملها على الطاسه من غير اي حاجه، بس لو حابه تزوديها ممكن نحطها على الطاسه من غير حاجه، او اول ما تطلع اروح مديها مسحه سمنه بسيطه جدا المعها بيها بس. معانا شيرين. شيرين معانا ولا ايه؟ الو، ايوه ازيك يا شيرين. ازيك؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، قولي لي ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله، ليك اي سؤال؟ ازاي المكرونه بالبشاميل؟ الايه؟ طريقه عمل مكرونه بالبشاميل. حاضر، عينيا. حاجه تانيه؟ لا شكرا. شكرا ليكي، تمام كده. اعمل بقى كل الارغفه بالشكل ده او الفطائر دي، وهسويها معاكم بعد الفصل، والفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل. انا دهنت بس ايه الطاسه كده في الاول سنه سمنه. ايه؟ استوى.
استوى الحمد لله. انا عملت رغيفين كده في السريع، واحد من غطاسه خالص ما عجبنيش شكله قوي، رحت حاطه في الثانيه ايه سنه سمنه كده. وبعدين ما تخليش النار عاليه قوي على الطاسه عشان ده تخين شويه، فهياخد معاكي سنه وقت غير العيش الرقي اللي احنا بنعمله، بنحتاج نار عاليه جدا جدا للعيش الشامي او البلدي او اي حاجه، بنحتاج البوتاجاز على اخره عالي جدا. انما في الفطير ده لا، في سمك كده محتاج ان هو يستوي، فبفضل اقلب فيه لغايه ما ياخد اللون الايه الحلو اللي انا عايزاه ويستوي كمان من جوه، فبهدي النار واشتغل عليه. تمام كده، ده مش محتاج يقب، هو ما فيهوش خميره ولا فيه حاجه، بس هو زي الفطير شويه. كل شويه اقلبه كده، هيتقلب كذا تقليبه على الناحيتين، واللي يحط في الفرن هينشف منك. شوف فرن، هو لازم طاسه. قلقان ان هو ما يستويش غطيه بس. انا معاه كل شويه كده، انا فردتهم كلهم واجهزهم علشان ايه يبقوا جاهزين معايا. هعمل بقى دلوقتي كمان كيكه، اللي هي كيكه الجبنه او كيكه بالجبنه الكريمي. دي كيكه حلوه مش حادقه ولا حاجه، بس فيها الايه جبنه بتخليها طريه جدا جدا جدا، والجبنه ما فيهاش ملح خالص، جبنه كريمي. تمام، دي خلاص قربت اهي برضه عشان احط غيرها واسيبها واروح. طبعا الكيكه احنا عندنا كوبايتين من الدقيق، دي هتعمل لنا صينيه مقاس حوالي 26، عليهم اربع بيضات ونص كوبايه من الزبده، وكوبايه من الجبنه الكريمي، ونص كوبايه من اللبن، معلقه كبيره بيكنج باودر، ورشه الملح، وكوبايه سكر. وكوبايه سكر، هقول مقادير تاني وانا شغاله برضو هقعدها لكم. انا احط لها سمنه احسن، لونها بيبقى ذهب السمن كده اهو الطف. بس طبعا اللي عايز يعملها من غير سمنه يعملها. نيجي بقى هنا للكيكه بتاعتنا. هنحط بقى هنا خلاط، هستعملها في خلاط عادي خالص، هحط كل السوائل معاها السكر، هحط كل السوائل ومعاها ايه السكر. يا ابني سيب الكاميرا وتعالى اعمل حاجه مفيده. قلب العيش ده، فاكرين زمان لما كان زمان قوي يقول لك ايه مغسل لك طبقين ينفعوك؟ اهو ده بالظبط كده، سيب اللي في ايديك ده، سيب مذاكره يا ابني قوم. لا ما عادش في حد يقدر يقول كده. انما زمان اول ما كانت زمان البنات ما بتتعلمش، كان الاولاد بس، لما بداوا البنات بقى يتعلموا فبداوا يقولوا ايه، كانت الام قومي اغسلي طبقين ينفعوكي، ده لا مذاكره ولا وجع قلب، بس زمان قوي 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 دي بقى. بسم الله والله ماشي، ده انا غسلت فمنا قبل ما اجي. فمين بقى؟ عمرك شفت بابا بياخد فمين؟ فمين دي بقى كانت زمان على الغسالات العاديه بتتقال. يعني ايه فمين؟ طبعا الولاد الجديده مش تعرف يعني ايه فمين دي، عايشه عارفه يعني ايه فمين؟ مش عارفه. انت عارف يعني ايه فمين؟ ممكن. كان الغسالات الاطباق العاديه الصغيره دي اللي هي العاديه اللي بنها من فوق. فكانوا بقى يغسلوها فمين، دي الحاجات اللي مش اي فمين، تتغسل غسله وتطلع وبعدين نغير الميه ونحطها تاني فتبقى واخده فمين. انت كنت تاخد اربعه؟ انت كنت شغال فين؟ الزهره ده الحاجات البيضة، دي حاجه تانية، حط الزهره والميه والكلام ده كله. الله، كان يوم مخصوص غسيل والله، كان حاجه يعني كانت حلوه برضو مش وحشه، بس يعني كانت ايه، كان يوم قلبان بقى وعطله بقى وايه، وكان يغلوا الابيض. كان اللي بيجيبوا باستيلا تحط على البوتاجاز او على الباجور، زمان قوي كان باجور اول ما طلع طبعا،
وبعدين يحطوا عليه البستيلا عشان بس كده الصغيرين يعرفوا النعمه اللي هم فيها، يعرفوا النعمه اللي هم فيها. وكان البستيلا دي بيحطوا فيها ميه ويحطوا بطاس ويحطوا شويه اي مسحوم اللي بيحطوه ده، ويحطوا بقى ايه تغلي ويحطوا في الغسيل الابيض يغلي. كان شقه. بص كل ما ترجعوا لورا تلاقوا الموضوع اصعب. عايز اقول لك حاجه تانية. طيب احنا مش كنا مثلا بيقولوا على الغليان ونحط الميه ومش عارفه ايه الكلام ده؟ كان قبل كده بقى كمان بشويه، قبل الغسيل، قبل ما تقطع الغساله، كان في الطشت بقى بتاعهم ده اللي بيغسلوا فيه. بعد كده اول ما طلعت الغساله اللي هي بالكهرباء كانوا بقى يخافوا منها، لان هي تعمل ايه؟ تكسر الزراير وتقطع الاساتك والكلام ده كله. فكانوا بقى ستات البيوت بتوع زمان بقى الشاطرين دول يقعدوا يفكوا الزراير اول ما طلعت الغساله خالص، يفكوا الزراير ويفكوا الاستك بتاع بنطلونات البيجامات. وبعدين بعد ما يغسلوا كانوا بيكوا على فكره، حتى المكوه كانت اللي هي بتستخدم مش بالكهرباء. وبعد كده يبداوا يركبوا بقى تاني الزراير والاساتك دي. شقه والله. لا يعني مش عارفه كانوا بيجيبوا يوم منين، يعني اليوم عندهم باين كان 48 ساعه، مش زي بتاعنا ابدا. كان في بركه. انا بلم بس السمنه اللي هنا كده عشان ايه ناخد بها ده. هنا بقى هنحط السكر. خدت الكوبايه يا ابني؟ هنا هحط بقى كوبايه السكر عشان خلاص الكيكه بس عشان الوقت ايه خلص على الذكريات. كل ده عشان بقولك تعالى اقلب الفطيره. قال انت عايز المواجع يا شيخ. ام علي اهلا وسهلا يا ام علي. ازاي حضرتك؟ ازيك عامله ايه؟ ربنا يخليك يا رب لينا. الله يكرمك الله يكرمك. ازاي حضرتك؟ انا بحب حضرتك قوي. ربنا يخليك يا رب. تسلمي اهلا وسهلا. انا متابعة حضرتك من اول ما طلعتي حضرتك. تسلمي يا رب. ربنا يخليكي ويديك الصحه والعافيه يا رب. بحب اكلك وبحب حواديتك. تسلمي يا حبيبتي. شكرا. النهارده مفيش حدوته. ربنا يخليك. مرة جاية إن شاء الله. شكرا جدا ليكي. تسلمي. صباح الفل عليكي. نص كوباية من الزبدة. يبقى أنا حطيت كده إيه، أربع بيضات، كوباية سكر، نص كوباية زبدة، تمام؟ كوباية جبنة كريمي. كريمي دي ما فيهاش سكر، موجودة وبتتباع ومش غالية خالص، عند أي سوبر ماركت هتلاقيها سايبة كده. هتجيبي منهم قولي حوالي ربع كيلو يطلع كوباية، ونص كوباية من اللبن، وفانيليا 2 باكو او 3 باكو فانيليا. واضرب ده كله مع بعضه. تمام. معانا استاذه عزه اهلا وسهلا. يا مدام نجاح. ايوه ازي حضرتك. ازيك انتي عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. قولي لي اتفضلي. اتفضلي اي سؤال؟ شكرا حبيبتي. تسلمي. شكرا جدا ليكي. صباح الفل عليكي يا استاذه. شكرا. هذه البيضه هنا واخدوها. تمام. كده الكيكه الفرن سخن على عالي جدا. اول ما اجي احط الكيكايه هتبقى على 180 درجه او على الوسط بتاعك اللي خليها في الوسط كده. الكيكايه خلصت، تطلع لي كيكه طريه جدا وهشه كده من جوه خالص، مش طريه من جوه زي السفنجه الطريه خالص. هنا كوبايتين الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه كبيره بيكنج باودر ورشه الملح، وهحط عليهم اللي في الخلاط. ايه اللي في الخلاط؟ هقوله تاني. في الخلاط في اربع بيضات، في اربع بيضات، في كوبايه سكر، اربع بيضات، كوبايه سكر، كوبايه جبنه كريمي، نص كوبايه زبده، اتنين باكو فانيليا، ونص كوبايه لبن. تمام. ده كله اللي في الخلاط ضربته على بعضه. يبقى انا دي ايه الكيكه اللي هي فيها الجبنه او كيكه الجبنه الكريمي، اربع بيضات، كوبايه سكر، اربع بيضات،
كوبايه سكر، 2 باكو فانيليا، كوبايه جبنه كريمي مش غير ملح خالص، ونص كوبايه زبده او سمنه مش مشكله، وبعدين نص كوبايه لبن. ضربتهم كلهم على بعض، هنزلهم على كوبايتين دقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر، ورشه الملح. حاضر. تمام في المعلقه. ثواني. وهكون دهنه صينيه مقاس 26. 26 دي يعني ثالث مقاس في الطقم بتاعك. ادي كده الجبنه الكريمي، الخلطه اللي فيها الجبنه دي بقولك موجوده، بقت مش غاليه خالص، موجوده في اي سوبر ماركت، سايبه، هي اسمها جبنه كريمي سايبه. نعم خلاص اهو، اقلب بس دي كده اهي، وهحطها في بص الصينيه، دهناها اهو بسمنه ودقيق، سمنه وخليك كريمه شويه فيها، الدنيا حلو. بص انا دهناها عشان اوريها لكم شكلها ايه، ومبطنه ازاي بالدقيق، هحط فيها الخلطه دي وادخلها الفرن بس كده. اطلع بقى فاصل واشوفكم بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي خلصنا كل اكلاتنا، هقول لكم عملنا ايه مع بعض النهارده. اخر حاجه كنا عملنا مع بعض الكيكه اللي هي بالجبنه، بصوا قد ايه ما شاء الله بتنفش حلوه جدا، بتبقى طريه جدا جدا. بصوا لسه كمان لما بتبرد كمان شويه بتطرى اكتر، لسه عملناها يعني قبل الحلقه على طول، وكل ما تطرى كل تطرى اكتر. تمام، دي بالجبنه، الجبنه هي بقى اللي بتعمل لها هو زي ما بيسموها كده اللي هي تشيز كيك الياباني، يعني كيكه بالجبنه كده. ديت سهله بسيطه، مجرد ان انا زودت بيض، زي حطيت الجبنه جوه الخلاط مع الخلطه كلها، وبعدين طبعا ممكن تعمليها زي طريقه الكيك الاسفنج، بس انا بسطتها لك خالص، يعني خليتك في الخلاط كده على طول، اسهل حاجه. تمام، فحطينا طبعا حطيت طبقتين في بعض، شوف المنظر. عملاقه. عملنا كمان، شوفوا القعده ان شاء الله الساعه 9 هيكون فيها المقادير كلها، بس ان شاء الله سهله وبسيطه، ما خدتش مننا اي وقت، انا عملتها في نص السيجمنت وانا بعمل الفطير ده. عملنا كمان البطاطس اللي عملناها بالبشاميل، بالبيض والجبنه، مفيش بيض، جبنه رومي وبسترما حشيتها بيها. انا خدت البطاطسيه قشرتها وقورتها وسلقتها نص سلقه، بعد كده طلعتها حشيتها جبنه رومي وبسترما، طبعا عايزه اقول لك ما خدتش حاجه خالص خالص، قليل جدا. وبعد كده عملت لها بشاميل عادي جدا زي اللي بعمله للمكرونه، ورحت حطها على وشها ومدخلاها الفرن، بتتاكل بقى كلها على بعضها كده، عايزه تاكلها جنب مكرونه، جنب رز، بالعيش، زي ما انت عايزه. تمام، وعملنا الفطائر اللي عملناها دي اللي هي كانت بالزبادي، هي كلها معجونه بالزبادي والسمن، يعني عامله 3 كوبايات الدقيق عليهم كوبايه من الزبادي ونص كوبايه سمنه. طبعا ده عسل ابيض، لو تحب تحطش عليها عسل ابيض بتبقى حلوه جدا، عايز تاكلي معاها جبنه، عايز تاكليها حافيه، حلوه جدا، طعمها كلها حلو كده. يعني زي الفطير بالظبط، بس انا ما تعبتش فيه، انا عجنت كله على بعضه، كورته وفردته وسويته في الطاسه. تمام، عملنا كمان الرز اللي بالسجق، اي كميه سجق، اي كميه، الحاجات دي كلها ترجع لك انت، بس انا سويت السجق بالبصل الاول، وحطي كميه السمنه او الزيت او الحاجات دي قليل جدا جدا جدا، لان انا عندي سجق فيه دهون، فهو كفايه هيغطي لي الرز بتاعي. وبعد كده اتحط عليها نص كوبايه، معلقه صلصه على نص كوبايه ميه كده قلبتها فيها، حطيتها على السجق، حطيت بعد كده الرز، وحطيت الميه بتاعتها قد الرز بالظبط، عادي كاني بسوي رز. وفي الاخر حطيت الفلفل الرومي، او عايز تحطي اللي انت عايزاه، بس لو حطيتي مكعبات بطاطس هتحطيها مع اول ما تحطي السجق، تعملي مكعبات بس صغننه كده ونزليها مع السجق على طول، وبعد كده هتنزلي عليهم الرز وتكملي كل الوصفه عادي جدا. بس كده خلصت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه، الى اللقاء.